وزير الصحه قال لي انا اروح، انا رحت لدكتور وهو الوحيد اللي في المستشفى في الريف ما لقاهوش، فبيقول له ايه، قال له طب انا بتديني ايه يعني، انت بتديني ايه مرتب، خلاص هستقيل انا اخدهم مثلا في عمليه ما اعرفش ايه يعني، واخد بال حضرتك؟ فلا دي لازم نحط نقط عليها قوي، ان انا ادي الطبيب بحيث ان هو لما يجي يقول لك اولا ما يفكرش ان يسافر، دي حاجه، ما يفكر لما يفكر ما يفكرش يستقيل، واخد بال حضرتك؟ يبقى هو بيدي، يبقى في سالري هيزعل عليه يعني، في مرتب. هو بس المشكله يعني، هل هي المشكله ان هو ياخد سالري، ولا لازم ان هو يحس بالانتماء لبلده علشان يقدر يحب بلده ويحب ان هو يخدم فيها؟ وهو على فكره ما هو لازم هيحس، ما هو كلنا حاسين بالانتماء لبلدنا، لان بلدنا مفيش احسن منها على فكره، ومهما نسافر ومهما نشتغل بيرجع تاني لبلده، ما هو بره ما بيشغلوش بعد 60 سنه على فكره، وبيرجعوا تاني، ما هو يعني العالم الجميل مجدي يعقوب ما سافر وبرضك رجع في بلده. طيب حضرتك برضه رجعتينا للقانون اللي حضرتك يعني المفروض ان يعني بلدنا هي اللي بقى لنا في النهايه. طب في القانون بتاع حضرتك اتكلمتي عن التمريض؟ طبعا ده مهم، ما الخدمات المعاونه ده لازم، ده هم اساس، ده انا عندي نقص شديد في هذا الكلام، والتمريض بقى، هو الخدمات المعاونه اللي كل الكلام ده لازم يتبص له، لان احنا بنسمع عنهم وبنشوف، بنشوف برضو حاجات يعني. ما انا بقول لحضرتك لازم ده كله، هذه المنظومه لازم تستريح. ايه اللي قدمتيه في القانون يا فندم علشان ارتقاء احنا ما قدمتش القانون لسه.